هي لمسة وفاء وتقدير من قبل عضو مجلس الإدارة السابق وعضو الجمعية العمومية بنادي الكويت الرياضي عزام عبد العزيز الفليج تجاه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد تحقيقه لقب أغلى الكؤوس بفوزه ببطولة كأس أمير البلاد. ما يثلج الصدر ويفرح النفس هو وجود هذا العدد الكبير من رواد النادي ومن الأوائل ومن المؤسسين ومن اللاعبين السابقين والإداريين السابقين والرؤساء السابقين وأعضاء مجالس الإدارة السابقين والحاليين، وأعتقد هذه ميزة نادي الكويت، هذا الجو الأسري وكون النادي أسرة واحدة، وهذا الكم الكبير من اللاعبين القدامى على مر السنين الماضية اللي يشتركون في عامل واحد وهو دائما إبقاء نادي الكويت منافس شرس وقوي على كل البطولات. فأشكر حقيقة الأخ أبو عبد العزيز على هذه اللفتة الكريمة وعلى تكريم اللاعبين لفوزهم بأغلى الكؤوس، متمنيا أن تستمر وتدوم هذه الروح الطيبة بين أبناء نادي الكويت، ويستمر هذا التماسك ويستمر هذا الاستقرار الذي أدى إلى هذه النتائج المميزة. نادي الكويت يثبت يوما بعد يوم أنه أسرة واحدة، فالتكريم لم يشمل الفريق الأول فقط بل امتد للاعبي النادي السابقين وأعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الفنية والإدارية لما لهم من دور كبير في النتائج المتميزة التي تحققها فرق النادي كافة. اللي يجب أن يكرم، وهذا يمكن أول مرة يجب أن يكرم، هم أعضاء مجلس إدارة اللي ماخذين من وقتهم من مجهودهم ومن وقت عيالهم وأهلهم، وزيادة على ذلك قاعدين يدفعون من جيبهم على أساس أن الفرق والنادي يرتقي إلى المستويات أو اللي إحنا قاعدين يحققون الغاية اللي هم حاطينها قدامهم. طبعاً عندك البطولات ما تي من فراغ، لازم إنه لازم مجهود، تضافر جميع من عضو مجلس إدارة والجهاز الفني والإداري على أساس يرتقون بالنتائج الحلوة اللي هم فرحونا فيها. وطبعا كرمنا اللاعبين يستاهلون، وكرمنا هم بعد قدامه اللاعبين بمشاركة بيت التمويل جزاهم الله خير، كمبادرة حلوة وطيبة منهم، وإن شاء الله التكريم راح يستمر. أي فريق يجتهد ويجيب بطولات ما راح نقصر معه. لاعب النادي الحاليين والسابقين أثنوا على بادرة عزام الفليج بالتكريم، والتي ستكون دافعا لهم لتحقيق المزيد من البطولات والألقاب لقلعة العميد. كل الشكر من القلب للقلب السيد عزام الفليج على هذا التكريم، مزج ما بين الماضي والحاضر ما بين اللاعبين، لما ذكرنا حتى بالشاشات الكبيرة بين الأهداف الماضي وأهداف الحاضر، وهذا الشيء يشكر عليه. وطبعا نبارك مجلس إدارة نادي الكويت على هذا الفوز في بطولة كأس الأمير. وللأمانة يعني كان هذا التكريم أثلت صدور الكل. للأمانة التكريم أثلت صدورنا، وله قريبة على السيد عزام فليج، له مبادرات سابقة في هذا الشأن الرياضيين ولنادي الكويت بشكل خاص. يعني نشكر جميع الشخصيات اللي كرمت نادي الكويت. هذا التكريم هو الداعم والحافز للاعبين بالتأكيد، وهو أكيد يعني يجعل من اللاعب يبذل قصارى جهده، لأنه يجد من لمسة وفاء من الرجالات نادي الكويت أو رجالات في الرياضة بشكل عام. رجل كويتاوي مخلص ما قصر، الشباب اجتهدوا وحققوا كأس الأمير أغلى بطولات في الموسم هذا، وما قصر أسرة الفليج الكرام على هذا تكريمهم، ويعتبر حافز كبير لنا كلاعبين نعتلف في المواسم القادمة إن شاء الله، وبإذن الله إن شاء الله من بطولة لي بطولة إن شاء الله. أحمد لانزي الرايد.